أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، اليوم إن شاء الله سندخل في شيء عظيم جدا في حياة كل إنسان، فسنتذاكر مع بعض ما يتعلق بشأن رمضان بإذن الله تعالى من الأحكام، وكذلك في طلب خاص من أخونا الحبيب البطل بلان زوار الروحانيات، فلا يأتي الروحانيات إلا بعد الأحكام الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى يحب لما نتقن الأعمال، فسنحاول قدر الإمكان اليوم أن نتقن إن شاء الله الأساسيات والأهم من الأحكام الشرعية في رمضان، لأن الناس أحيانا يخطئون في بعض الأمور الخفيفة وفي بعض الأمور المهمة. فأصل الصيام كما تعرفون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. استدل الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية عن الصوم، وحكى أن الصيام لم يكن مخصص لنا فقط، مكان للجميع، للذين من قبلنا من قوم نوح ومن قوم موسى ومن قوم عيسى، فالصيام كان عند الجميع. فاليوم ترى الناس من اليهود ومن المسيحيين كذلك يصومون ويعتبرون الصيام، ولكن عندهم تخفيف لهذا الصوم، خاصة عند المسيحية، يعني امتنعوا عن أشياء معينة من الأكل ويأكلون البقية، وكذلك اليهود عندهم أشياء مخصصة في شهر الصوم، لكن الصوم هو كان مكتوبا عند الجميع. غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على الأسس الخمسة، منها الصيام في شهر رمضان. هنا شيء مهم جدا، لما يقول الله سبحانه وتعالى عن الصيام بشكل عام في القرآن الكريم ويقول أنه أيام معدودات، فعليك أن تفهم أن المقصود به شهر رمضان، شهر رمضان الذي نحن نعرفه، وليس شهر رمضان الذي هو يتخيله بعض الناس، لأن يعني الله سبحانه وتعالى استدار الأيام كلها كما خلقها يوم خلقه، متى؟ في حجة الوداع تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذاك الوقت رجع الكون والأيام رجعت والأشهر رجعت كما كانت في البداية، في البداية عند الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقول اليوم أن شهر رمضان مثلا سيأتي معلقا بأي شهر آخر من التقويم الميلادي أو الشمسي، لا، هو معلق بالتقويم إن شاء الله القمري. فالله سبحانه وتعالى يقول أيام معدودات، أيام معدودات، معدودة ومعروفة. فالله سبحانه وتعالى يذكر ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى شهر رمضان في القرآن الكريم وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر مهم جدا يأتي من هذا الكلام من رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم، متى نصوم ومتى نعرف هذه الأيام المعدودات. طبعا نحن نعرف كل الأشهر في الإسلام، ونعرف أشهر الحرم، ونعرف أننا نحن حاليا في شهر مهم جدا وعظيم، شهر شعبان. يعني أهمية هذا الشهر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأقوال، وقال ترفع الأعمال إلى رب العالمين في شهر شعبان. نعرف يوم الخميس، يوم الاثنين والخميس كذلك تعرض على رب العالمين الأعمال، لكن في هذا الشهر ترفع كل الأعمال، يعني وكأننا اقتربنا على رأس السنة، يعني نحن أنهينا الهمة، نحن عندنا حاليا تيست، حاليا عندنا مثلا جمع النتائج أو شهر الحصاد، شهر الحصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون صائما في هذا الشهر إلا يومين منها، وكذلك أوصى بهذا الأمر لمن استطاع طبعا. فيوم الشك الذي يأتي قبل بداية رمضان لا يصام، سواء كان معتبرا هذا بالفلكيات أو كان إثباتا بالرؤية، لا يصام، ويفضل أن لا يصام يومين قبل رمضان، يوم الشك الذي قبله، لأن قال مرة يا عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نصوم آخر يوم من شعبان ما قبيل رمضان.
المهم نرجع إلى الإثبات. طبعا إن الله سبحانه وتعالى يريد أن نبدأ الصوم وأن نتعلم شيئا مهما جدا، فيقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد الناس الذين يأتون إليه هل هم رأوا أو لا، وهذا الشاهد عليه أن يكون عادلا في الشرع الإسلامي. إذ نسيت تذكروني الليلة تكلمت في الجامع أهمية العدالة في الإسلام، سأذكركم إن شاء الله. فإنسان الفاسق في الإسلام الإنسان المجهول، والإنسان العادل الذي هو لم يشهد الزور في حياته، فهذا إنسان مهم جدا، فنقبل منه الشهادة ونتأكد، ويبدأ بعده رمضان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. فأكملوا العدد يعني أكملوا عدد شعبان إلى 30 يوم. نعلم عندنا الأشهر 29 أو 30، فشعبان عندنا 29. إذ لم نرى أن غم علينا أو لم نتأكد من رؤية الهلال، فعلينا أن نكمل العدد ونبدأ ثاني يوم برمضان. هنا طبعا جاء كلام ويدور في كل العالم، ويقولون نحن الآن في عصر الفلكيات وعندنا بإمكاننا أن نثبت بالمنظار الحقيقي وبالتقدير. لم يقول الله سبحانه وتعالى قدروا، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدروا، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال وإن غم عليكم فأكمل العدد. يعني شرع الله سبحانه وتعالى شيء جميل جدا، فيها كل شيء، أكمل الله سبحانه وتعالى الأشياء بإتقان. فلما نحن نغير المفاهيم ظنا أن هذا أصح وأفضل للمجتمع الإسلامي لا بأس، لكن أن نؤكد أن هذا صحيح وهذا يجب أن يكون بشكل دائم هذا غير صحيح. هذا أمر راجع إلى طبعا إلى الجماعات والجمعيات. اتفقوا مثلا العلماء الذين يعيشون حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، قالوا نحن عندنا وسائل القمريات ونحن نريد أن نقدر ونحن نريد أن نعتصم بحبل الله جميعا. حبل الله هنا ليس بهذا الشكل. تعرفون لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى خصص في رمضان ليلة مهمة جدا هي ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. ماذا يحصل في ليلة القدر؟ الآن أنا سبقت الكلام، لكن هذا أمر مهم جدا لتفهمه. لماذا علينا أن نرجع وأن نحافظ على الرؤية؟ فليلة القدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار وأوصى وبين أنها في العشر الأخير من رمضان. هناك أحاديث عدة وأراء العلماء الأفاضل أن هذا يكون 27 29، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبين هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج إلى القوم فأراد أن يخبرهم عن ليلة القدر، فرأى صحابيين يتشاجران بينهما البعض، فقال أوقفهما وقال للآخرين: أحببت أن أخبركم عن ليلة القدر فنسيت بسبب هؤلاء، فالتمسوها 27 25 29، يعني على الأقل هناك 3 ليالي. فهذا أمر عظيم جدا. ماذا يحصل ليلة القدر؟ هنا ركزوا معي، قد سمعتم هذا من قبل ولكن هذا ثابت عند العلماء الأفاضل. يقولون ليلة القدر يكتب للجميع ما سيكون بعد هذه الليلة إلى الليلة الأخرى بعد سنة، حتى الذي هو سيلد أو يموت والذي هو سيحج أو يعتمر، الأرزاق كلها. طبعا هناك لوح محفوظ لا أحد يشك فيها، لكن الله سبحانه وتعالى هذه الليلة يخصص لكتابة ما سيكون في سنة كاملة للجميع. إذن نيو يير متى عندنا عند المسلمين وعند الشركس؟ ليلة القدر. إذا نمت ليلة القدر ولم تسأل الله سبحانه وتعالى الذي تريده أنت في السنة القادمة، خلاص راح كل شيء عليك. هذه الليلة مخصصة كانت لك، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تسأله، وأول شيء طبعا العفو، تسأل من الله سبحانه وتعالى والتوب والغفران. لكن إذا فاتت عنك هذه الليلة فيصعب عليك أن تغير ما قدره الله لك في لوح المحفوظ من الخيرات، سيكون ما أراد الله بك دون أن يكون عندك أي علم.
لكن لما تدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة وتسأل أنت الصحة وتسأل الرزق الواسع وتسأل العمرة أو الحج أو البيت الواسع أو تسأل التوبة والغفران للفردوس الأعلى، يكون عندك أنت ماذا؟ أمل وضمان من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك في هذه الليلة بإذن الله تعالى. وإذا رزقت برؤية ليلة القدر ستفهم هذا وستنسى ما أي ليلة كانت، لكن يقينا سيعطيك الله سبحانه وتعالى كل العلامات وكل الإشارات وستفهم هذا الأمر. فلذا هابي نيو يير عندنا إلا ليلة القدر، بعد ليلة القدر عندنا نيو يير جديد بالفعل، يبدأ الله سبحانه وتعالى وتستدار كل شيء كأنه من الزيرو. للحاج يوم عرفة يتغير كل شيء، لكن الحجاج عندنا قلة، من المليار قد يكون هناك مليون أو مليونين في عام الوباء، حج فقط 800 إنسان، تصور غير الله سبحانه وتعالى فقط 800 مسلم أو مسلمة. يعني نحن لا، ليس عندنا ضمان أن نحج، علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى. فلذا ليلة القدر ننتظره ونحي ونقيم هذه الليلة ونسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ليس فقط بتلاوة القرآن الكريم، ليس فقط بالصلاة، لا 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 لا، مهم جدا أن تخصص وقت حتى النصف أو الأكثر بالدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت ساجدا. والسجدة لا يقصد فقط الصلاة، عندك سجدة شكر، عندك سجدة سهو، عندك سجدة توبة، وعندك أي سجدة، سجدة مهمة جدا في الدعاء لما تسأل الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراف منك بأنك أذل من الله سبحانه وتعالى وذليل. إذ لم تتذلل أمام الله سبحانه وتعالى في الركوع والسجود سيذلك الله سبحانه وتعالى أمام الآخرين. ففي الذل أمام الله سبحانه وتعالى، ليس في الظل، أما في الذل تسأله ويعطيك الله سبحانه وتعالى. فليلة القدر تحييها وتسأل الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك ما تشاء للسنة القادمة بإذن الله تعالى، للسنة كلها. تصور أنت بإمكانك هذه الليلة أن تغير شيئا في حياتك، شيء خيالي صحيح، تقول هذا كيف يحصل، يعني نحن نتدخل في القدر؟ لا، لا تتدخل في القدر، أنت تأخذ الأفضل من القدر بإذنه تعالى، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لك، كما يحصل معك في يوم عرفة، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة كلها، والله سبحانه وتعالى يجيب ويخاطبك أنت شخصيا كما يخاطبك في الثلث الأخير من الليل. فلا تنم هذه الليلة، ولا تخصص ليلة واحدة في رمضان أن تقول خلاص أنا عندي 27 أو 29 هكذا تعود في الجوامع وأنا الحمد لله قلبي طيب. لا لا لا، هنا أمر مهم جدا، لماذا اختلاف بداية رمضان عند المسلمين؟ نرجع إلى هذا الأمر، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يحدد كيوم عرفة يوم واحد كبداية رمضان للجميع؟ لماذا؟ فيه حكمة عظيمة جدا، لأن الناس لو حدد لهم يوم واحد لا اشتغلوا لهذا اليوم، لصاموا لهذا اليوم، لأقاموا هذه الليلة فقط ونسوا الجميع الليالي. فالله سبحانه وتعالى يريد منا العشر الأواخر كلهم، على الأقل تقول الآن مثلا الوتر، أنا عندي رد عليكم. فلما سمح الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، إذ كانت المدينة هنا في هذه البلدة رأوا الهلال وبدأوا بالصيام، القرية المجاورة ليست مضطرا أن يبدأوا برمضان، لا يوجد هناك حكم شرعي يجبرهم أو يفرض عليهم أن يأخذوا برأي أنا. لما؟ لأنه فإن غم عليكم، غم عليهم، فمن شهد منكم الشهر، يقول منكم يعني من الجميع الذي يشاهد هو الذي يبدأ. إذن هناك جماعة، هناك مدينة، هذه المدينة تبدأ رمضان اليوم، والمدينة الأخرى أو البلدة الأخرى يبدأون في يوم آخر، ليس فيها أي شيء من الخلل، وليس فيها أي شيء من الاختلاف، ولا شيء من العداوة أبدا. الله سبحانه وتعالى يعلمك ويلقنك درسا، أن ليلة قدر الوتر ليس على هواك وليس على كيفك، فإنما كما أراد الله هو بنفسه. فالوتر عندك لا يكون وترا عند الآخر، 29 عندك لا يكون 29 في اليابان مثلا، في أوروبا، أوروبا مثلا حاليا عندهم الآن كم ساعة عندهم؟ ما شاء الله عندهم الساعة الخامسة أو الساعة الرابعة صباحا، نحن بدأنا بالليل وهم خرجوا من الليل. طيب
حان عندهم 29 رأوهم ليلة القدر، سيأتي عندنا ليلة قدر آخر؟ معقول؟ ولا هي ليلة واحدة؟ العلماء يقولون هي ليلة واحدة وخص الله سبحانه وتعالى للجميع طبعا لا شك، لكن كيف تحصل على هذه الليلة لا يعلمه الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه البشر. فمثل دائما أعطي للناس الفضاء الذي هو خرج عن نطاق الجاذبية في الأرض، ولما يكون هو في الفضاء العالي ويدور حول الأرض، قولوا لي متى عنده النهار ومتى عنده الليل وكم ساعة عنده؟ أو الذي وصل إلى القمر نيل أرمسترونغ، متى عنده الليل ومتى عنده النهار؟ أو الذي هو سيبتعد عن الأرض ويصل إن شاء الله للمريخ يعني بإذن الله تعالى، متى سيكون عنده الليل والنهار؟ الليل والنهار عندنا دوران الأرض حول نفسها خلال 24 ساعة، هذا يوم كامل، منها نصف الليل ومنها نصف النهار. وليلنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية غير الليل الذي هو في اليابان والذي هو في أوروبا. إذن لا تستطيع أن تحدد لا لنفسك ولا لغيرك ليلة القدر، عليك أن تجتهد كل الليالي، فالله سبحانه وتعالى سيعطيك وسيكرمك وسيعلمك العلم وسيكتب لك الخير إذا التزمت الليالي العشر الأخيرة كلها. فلا تنسى الوتر عندك ليس الوتر عند هؤلاء، والوتر عنده أو 27 عنده يكون عندك 28 أو 26. فلذا لا تتمهل في العشر الأواخر من رمضان، أحي كلها، هي ما شاء الله قصار. أنا اليوم راجعت الجدول ورأيت أن صلاة الصبح يكون ساعة 4 وصلاة العشاء يكون تقريبا ساعة 9 ونصف أو العاشر، يعني أمامك 5 ساعات فقط، صعب ثقيل، وعندك شغل وعندك أنت هموم الدنيا ولا تستطيع أن تعمل أي شيء. لكن أرد على هذا الأمر وأقول في حياتي رأيت أكثر من مرة يسهرون الناس في تتبع ألعاب الكرة القدم لما يكون كأس العالم، يجلسون ويتتبعون أكثر من 10 ليالي، أكثر من 10 ليالي، أسبوعين، أو في الألعاب الأولمبية يسهرون ويقومون ونشطاء، خاصة لما يفوز الفريق المفضل. الله سبحانه وتعالى يعطيك القوة، يعطيك البركة، وأنت تفوز عند الله سبحانه وتعالى ويكون عندك الفوز العظيم، فتغذى بهذه الليلة. الغذاء من ليلة القدر أو من إحياء العشر الأواخر لا يكون إلا على جوع، لا يكون إلا على جوع. لما أنت تكون شبعا لا تفهم ما الذي يحصل حواليك. الله سبحانه وتعالى خصص شهرا كاملا لأجل ليلة واحدة، تصوم، تعد نفسك وتستغني عن الأكل حتى تتلذذ وتتغذى بهذه الليلة العظيمة، بهذه الليلة العظيمة. فتصور يعني حكمة الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تكثر الأكل، فإذا أكثرت الأكل بماذا تهتم؟ كما قال لي أحد المرشدين من تقريبا 7 سنين قبل يوم عرفة، قال يا شيخ لا تهتم بالأكل كثيرا يوم عرفة ولا قبلها. قلت إن شاء الله لن نهتم، يعني خاصة منا من يصوم ومنا من يقل الأكل. وقال لا 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 ليس لهذا، قال يعني اشرح لهم يعني الحجاج حتى يفهموا عليك. قال إذا أكثرت الأكل في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة وقتك ستضيعها في الحمامات، ليس في الدعاء وليس في التلاوة وليس في الأمل وليس في المخاطبة مع الله سبحانه وتعالى، إنما في الحمامات. الأكل يريد أن يخرج من الجسم في النهاية، فلذا يريد الله سبحانه وتعالى أن نتخلص من الدنس ومن كل شيء في شهر رمضان، وأن نعيد نعمل ريستارت يعني في حياتنا، وفي ليلة القدر نقوم ونحي ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن على استعداد. طبعا الضعف لما يأتي إلى جسمك هناك علة أخرى وهناك حكمة أخرى. ما هي الحكمة؟ الإنسان الضعيف الذي هو جائع يفكر في الطعام والشراب، لا يفكر في المعاصي. الإنسان الشبع دائما ينظر إلى المعاصي، يريد أن يتبع مثلا البنات أو حتى الرجال أو في أشياء أخرى من الحلال والحرام، يريد أن يشغل نفسه في شيء في أشياء أخرى. تمام؟ الإنسان الضعيف
أمام الله سبحانه وتعالى شهر كامل أنت تتذلل أمامه في الصلاة في السجدة وكذلك ببدنك تقول يا ربي أنا ذليل أمامك، أنا ضعيف أمامك، ليس عندي أي قوة، ليس عندي أي قوة. وفي نفس الوقت لما نتذكر ماذا حصل في شهر رمضان كواقعة بدر أو واقعة فتح مكة، يعني تصور الإنسان الذي كان ضعيفا في الجسم صار قويا معنويا وفاز. المسلمون فازوا في بدر وفازوا في فتح مكة، فتح مكة لم يموت أي أحد. تصوروا الحكمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تعظم الله سبحانه وتعالى سيعطيك قوة كما أعطى لأهل بدر وكما أعطى لمن فتح مكة. وإذ لم تريد هذا وأن تريد أن تكون شبعا وأن تريد أن تكون كريما في شهر رمضان، شيء جميل جدا، يعني أن تفطر الآخر وأن تعزمه على الأكل، هذا مهم جدا في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك مثل ما كتب لهم. لكن هذا الشيء لا يعني أن تنشغل بالأكل فقط، فالأكل له دور. لماذا؟ فالدور الأكلي أن تغذي جسمك، يكون لك قوة للصلاة والعبادات فقط في شهر رمضان، فقط في شهر رمضان. بقية الأشهر أنت ما شاء الله كل ما تشاء واشبع نفسك بما تشاء، لكن في شهر رمضان تذكر الأكل فقط لأن لا تقع من الجوع. نعم هكذا، افهموا هكذا رمضان. إذ لم تفهموا هكذا رمضان ستكون دائما على شبع البطن، لن تستطيع أن تحس معنى شهر رمضان. فأنت تصبر ويعلمك الله الصبر، وتضبط نفسك وتصوم وتمتنع عن الأكل عن الشرب وعن رؤية الحرام وتمتنع في النهار عن الحلال في الحياة الزوجية، في النهار تمتنع عن هذا، يعني تختبر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى بالصبر العظيم. وفي نفس الوقت يعطيك الله سبحانه وتعالى قوة أن تقرأ القرآن الكريم، لأن شهر رمضان الكريم شهر القرآن الكريم. تقرأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي جبريل عليه السلام كل ليلة في شهر رمضان وكان يراجع معه القرآن ويدارسه ويستمع منه ويسمعه. فهذا شهر جميل جدا، فهذا شهر عظيم ومهم. ليس في هذا الشهر دور عظيم للأكل إلا مرتين في السحور حتى تقاوم العطش والجوع خلال النهار، وفي الليل حتى تستطيع أن تكمل إلى الصباح في القيام، يعني مرتين في اليوم في 24 ساعة. وكله لماذا؟ لكي يكون بدنك قويا ومقاوما لأجل الله سبحانه وتعالى. هنا احفظ وافهم، إذا أحببت أن تكسب رمضان الجوع لا ينفعك، الصوم ينفعك، الامتناع عن الحرام دائما والامتناع عن الحلال في الوقت المحدد يخدمك ويعلمك ويقومك. وماذا يعطيك؟ يعطيك الريان، الريان الباب الوحيد في الجنة الذي لن يدخل منه إلى الجنة إلا الصائمون، إلا الصائمون. فتصور أنت بصومك تنال أشياء عظيمة جدا، ويوم القيامة يخصصك ويقول لك أدخل إلى الجنة من باب مخصص. يعني تقول مثلا لما تذهب أنت وتزور أي اجتماع معين يقول لك أهلا وسهلا أنت ضيف عزيز، أدخل من هذا الباب ولا تدخل مع الآخرين. يخصص وأنت تأخذ الاعتبار وتحب، فكثير من الناس يحبون لما يعطونهم الاعتبار، بل أغلب الناس يريدون الاعتبار. فالله سبحانه وتعالى يعيدك هذا الاعتبار أيضا، يعيدك هذا الاعتبار يوم القيامة، يوم القيامة، لأننا نحن نعيش لكي نكسب رضا الله سبحانه وتعالى وأن ندخل الفردوس الأعلى بإذن الله. حتى ندخل إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله بإذن تعالى علينا نفهم كيف نصوم. أمر آخر، بداية الصيام فهمنا، إذا اختلف الأمم واختلف القرى حتى المدن لا تلوموه، هي حكمة من الله سبحانه وتعالى، بل تعلموا من هذا الأمر حكمة الله سبحانه وتعالى وعاونوهم وساعدوهم. لكن نحن حاليا مثلا تعودنا على غم عليكم
غمي علينا من 20 سنة أو من 50 سنة، فنحن عايشين على هذا. أهم شيء أن لا يحصل مثل ما حصل مرتين في قبرداي، لما بداية رمضان توافق، عفوا نهاية رمضان توافق مع يوم الاثنين، طلب من الإدارة الدينية، هذه من تقريبا 21 سنة، قال لهم يعني لا تجبروننا أن نعلن هذا يوم عيد إضافي، أعلنوا يوم الأحد كعيد الفطر. فأنهوا رمضان قبل بيوم بأمر من الحاكم هناك. هذا شيء لا يحصل، هذا شيء لا يقبل، هذا شيء عظيم جدا. فتصوروا مسؤولية هذا الإنسان الذي سمح بيوم العيد قبل الانتهاء رمضان بيوم. يعني فك رقبة أو 60 يوما بالصيام، الله سبحانه وتعالى سينتقم من هذا الإنسان يوم القيامة باسم الجميع. هذا غير مقبول. أما بقية الأمور إن اختلفوا بيوم واحد من باب غمي عليهم، أو مثلا رؤية الهلال عندهم أثبت، هذا شيء جائز، جائز إن شاء الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. فحتى تكون في صورة مثلا حاليا سوريا نأخذ أو أفغانستان نأخذ، هؤلاء حتى الإنترنت ما عندهم، كيف هم يقدرون بتقدير الفلكية؟ كيف نقول لهم لا يعني نحن في عصر 21، نحن في عصر 21، نعم صحيح نحن في عصر 21، لكن كم حوالينا في عصر الخامس قبل الميلاد معنويا قصدي. حتى روسيا بلد العظيم حاليا مثلا، هؤلاء اليوم أصدروا قرار بتخفيف السرعة الإنترنت عندهم، وخصم 20% من الجيجا الموجودة عندهم من الحساب. فهؤلاء كيف يعني سيستخدمون الإنترنت؟ حرموا من كل شيء، فلم يبقى عندهم إلا الرؤية. الإنترنت سيقفل عندهم، والفلكيات ستقفل منهم، ستأخذ منهم. فلا تقولوا أننا نحن مثلا علينا أن نأخذ كلنا جميعا بالفلكيات فقط، لا لا لا، نحن هنا نعم بإمكاننا، لكن لا نستطيع أن نجبر الآخرين. ليست عندهم إمكانيات نهائيا نهائيا، خاصة في أفغانستان. هؤلاء حتى المدارس ما عندهم، حتى التليفونات الخليوي ما عندهم. فلذا إن شاء الله لا تلوموا أحد ولا تفضلوا أنفسكم على الآخرين، إلا إذا حصل أنه في مدينة واحدة مسجدين اختلفا في هذا الأمر، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. في مدينة واحدة سواء كان جامعين أو ثلاث جوامع، عليهم أن يتحدوا. هنا الاعتصام بحبل الله جميعا، هنا صحيح، لأن عندهم أمر واحد، يعني حدود واحدة، وإن شاء الله يكون فيهم أعلم واحد منهم كإمام أو كمفتي، هذا شيء مهم جدا. فلذا فهمنا هذا الأمر. ثاني أمر مهم جدا أن نتعلم كيف نبدأ الصيام، وقت بداية الصوم في النهار. كلنا نعرف أن هناك قال الله سبحانه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الناس يظنون أنه يأخذ الخيط الواحد في يد الواحد والأسود في الثاني، هل تبين؟ نعم تبين، والآن لا لا، ليس هذا المقصود. المقصود من الليل، فالليل لما ينتهي يتبين بالفجر بالخيط الأبيض النهار القادم، وكخيط الأسود الليل الماضي. فالله سبحانه وتعالى خصص هذا الوقت، وهذا وقت ماذا؟ وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر، إذ أذن لصلاة الفجر انتهت الليل كلها، الليل خلاص وقفنا. والإمساك الحقيقي يأتي هنا، الذي تعود أن يمتنع عن أكل بربع ساعة بخمس دقائق قبل هذا الوقت، هذا مقبول، إيه تستطيع، ليست فيها أي مشكلة إن شاء الله. لكن لا تجبر أحدا أن يمشي على هذا الأسلوب الوحيد الذي أنت مقتنع به، أنت مقتنع به، ليس الشرع مقتنع به. فالله سبحانه وتعالى لم يحدد وقت السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت السحور عليك التأخير، تأخير وتقرب إلى صلاة الفجر، حتى ماذا؟ تقاوم في هذا اليوم. إذ أكلت أنت الساعة الواحدة بالليل أو الساعة الثانية الصبح، أنت ستنام والقوة ستستخدمه في النوم. أما إذا أكلت قبيل الفجر بربع ساعة أو بعشرين دقيقة، سيبقى معك هذا الأكل، وجسمك مغذى ومحضر ومجهز إن شاء الله للمقاومة في هذا اليوم. فلذلك هو يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وكذلك حث على تأخير السحور وتعجيل الإفطار
هنا علينا أن نفهم أهل سوريا وأهل لبنان وأهل مصر أظن، لست متأكدة منها، تعودوا على الأذانين في الفجر، في صلاة الفجر. يقول لك هذا أذان الإمساك وهذا أذان الفجر، ليس بهذه السهولة هذا الأمر. فهناك في وقت صلاة الفجر اختلاف بين الفقهاء، بين الفقهاء يعني ليس فقط بين إمام حنيفة وإمام شافعي، لا لا لا، أكثر من ذلك. فعند المالكية أيضا رأي آخر. في سوريا أغلب الناس الذين يعيشون في سوريا كانوا من الذين يتبعون المذهب الشافعي، لكن هناك كثر من كان يتبع المذهب الحنفي. فإذ تتذكروا الفرق الذي كان بين الأذنين، ستجدون هناك تقريبا ربع ساعة أو حواليها. فالفرق الذي يأتي عند إمام أبو حنيفة في صلاة الفجر كذلك هو نفسه، هو أسبق من الجميع. فإذا عندكم الأب الذي تستخدمونه، عدلوها على صلاة العصر على المذهب الحنفي، والفجر على مثلا أي شيء من كراتشي أو ديانات مثلا من تركيا. هؤلاء الاثنين يستخدمون رأي إمام أبو حنيفة رضي الله عنه، سترون التغيير الحال. طبعا الذي تعود أن يصوم على وقت معين، لا أستطيع أن أقول له لا تصوم بهذا الوقت، أنت مقتنع، أنت تتبع هذا الرأي فاتبع إلى الأخير. أما إذا أحببت أن تكون حذرا وأن تكون إن شاء الله مستعدا لأن لا تخطئ في أي شيء من الأشياء، عليك أن تأخذ الأسبق احتياطا، والأسبق فقط عند إمام أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الفجر، وطبعا في العصر هو يتأخر. فلذا في سوريا كانوا يؤذنون أذانين، أذان على مذهب إمام حنيفة رضي الله عنه، والأذان الثاني على مذهب إمام الشافعي رضي الله عنه، فقط في رمضان، حتى الناس الذين يتبعون هذا المذهب يتمكنوا ويرتاحوا نفسيا، والذين كذلك يتعلم. هي حكم وأشياء جميلة كانت موجودة في بلاد العربية الإسلامية. فلذا لما طبعت أنا التقويم لشهر رمضان، سموها إمساكية، وضعت فيها معلومات معينة فأعطيتهم بالطباعة، طبعوها كما هي. سألوني لماذا لم تحدد وقت الإمساك، قلت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقت الإمساك. فوقت الإمساك يبدأ متى؟ بعد منتصف الليل. ومنتصف الليل متى؟ لما حج نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وخرج من عرفة ووصل إلى مزدلفة، بعد منتصف الليل سمح لبعض الضعفاء ولبعض البدو أن يغادروا مزدلفة وأن يرموا الجمارات قبل طلوع الشمس بعد منتصف الليل. يعني متى؟ تأخذ وقت المغرب وتأخذ وقت الفجر، تعدهم بالساعات وتقسمهم نصفين، فنصف الثاني هو وقت نصف الليل ليس بالساعات. حالياً إذ تأخذونه تقريبا بعد الساعة 12 تقريبا حاليا، لكن لما يكون عندك شتاء ليس بعد 12، يكون قبل أو بعد. فلذلك الليل عندك من المغرب إلى الفجر، هذا ليل، فتقسمه قسمين. بعد منتصف الليل عليك أن تنوي النية. لما؟ لأن النية مهمة جدا. فهناك حديث مشهور جدا يقول ليس له صوم من لم ينوي من الليل. طبعا قال العلماء أكثرهم من بينهم هناك إمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لك شهر رمضان ليس عبادة واحدة، فإنما هي أيام، لأنك أنت تفطر كالصلاة، تصلي الفجر وتسلم، يعني تخرج من العبادة. فعبادة رمضان تخرج بإفطارك في هذا من هذا اليوم. إذن عندك أنت 29 أو 30 يوم من العبادات يعني منفردة. فلذلك أن تنوي قبل الفجر الصوم. طيب إذ لم تنوي الصيام، على رأي أغلب الفقهاء، شيء ستخافون منه طبعا، إذ لم تنوي الصيام قبل الفجر تكمل هذا اليوم، تكمل لا تفطر، تكمل هذا اليوم وتقضي يوما آخر بعد رمضان. فالسحور يعاونك على هذا. إذ استيقظت إلى السحور، هذه هي النية، ممتاز. تسحرت أو لم تتسحر، أو أكلت مثلا هناك تمرا أو شربت ماء، أنت نويت إن شاء الله الصيام، فأنت مستعد لهذا اليوم. لكن إذ تريد، أو كما يقولون لي هنا في أمريكا، أنت تعسر، أنا لا أعسر شيء ولا أيسر أي شيء، فالدين يسر من الأساس.
فنعطي المعلومات الصحيحة كي يكون عندك الصورة وتأخذ الصواب وليس رأي حميد أو رأي محمود أو رأي أحد آخر، لا، تأخذ الآراء الصحيحة إن شاء الله. هناك بعض من المالكية والحنابلة قالوا يجوز للإنسان أن ينوي شهر رمضان كله، صومي في رمضان كله، إذ أخذ الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يتسحر كل يوم، الذي لا يستطيع أن يستيقظ كل أو يقيم الليالي، بهذا الرأي جاز وليست مشكلة. لكن هذا رأي الضعفاء، فأنت عندك شهر واحد فقط، شهر واحد فقط لتقترب من الله سبحانه وتعالى ولتتغذى غذاء الصحيح والروحانيات الصحيحة، وأن تحس ماذا أحسه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيي الليالي ويتسحر صباحا. يعني إذ تحب أن تكون معه لا تكون ضعيفا، إلا إذا عندك فعلا ضعف جسمي ليس المشكلة، أما تكون أنت صحيحا قويا وأن تتساهل، سؤال، هل عندك ضمان أنك ستكمل السنة القادمة؟ هل عندك ضمان أنك ستعيش إلى يوم الثاني أو العام القادم؟ فمتى ستتحمل المسؤولية؟ فمتى ستحس هذه الأحاسيس؟ تقول إن شاء الله هذا العام يعني أنا شوي شوي والعام القادم فأكثر فأكثر. نعم صحيح، شيء جميل جدا، لكن هذا تقوله لمن؟ تقوله للذي أسلم أمس، تقوله للذي تاب أمس. أما أنت خلقك الله سبحانه وتعالى بفضله تعالى مسلما كالآخرين، وأكثر من ذلك نشأت على الإسلام وكبرت وأنت مسلما. صحيح بعض منا من العصاة والتوابين ليس من هذا، لكن أنت من الصغر تعرف هذه الأمور، وفي في جواك على مستوى الخلايا تعلم هذه الأمور العظيمة جدا. فلا تتمهل إذا تريد أن تأتي من يأتي من الله سبحانه وتعالى الرحمة والروحانية الذي نحن نريده من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الصغيرة، بهذه الأتعاب المشقة يأتيك. لما عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشتكي من البعير وتشتكي من المتاعب والمشقة في الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المتاعب والمشقة الأجر والثواب. وفي رمضان كذلك في المتاعب والمشقة تحس أنك فعلا صائم، أنك فعلا تجوع لأجل الله سبحانه وتعالى، أنك فعلا مستعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى وأن تسمع الله سبحانه وتعالى، وأهم من ذلك أن تغير حياتك إلى الأفضل. يعني ليلة القدر أنت بإمكانك أن تغير مسير حياتك لسنة كاملة دون مبالغة، كل الأدعية مقبولة، كل الأدعية مستجابة، والله سبحانه وتعالى كل ثلث أخير من الليل يستجيب لك، لكن في ليلة القدر سيكتب لك الأفضل والأحسن من القدر بدعائك أنت. فمعني ما بالك أنت كيف تتمهل وتقول وتعيش على النماذج وعلى أشياء الافتراضية أو ستاندر. يعني أنا كنت أظن أن الاتحاد السوفيتي هو بلد ستاندر، لكن لما أتيت إلى هنا رأيت هذا بلد ستاندر، كل شيء ستاندر، لكن الإسلام ليس ستاندر، لا يوجد فيها ستاندر معين. الإسلام فيها جهد، الإسلام فيها تعب، الإسلام فيها مشقة، الإسلام فيها أمر عظيم، راحة نفسية وحتى الراحة بدنية تحس بها إن شاء الله في رمضان. لا تخف إذ أنت تضايق نفسك وتخوف نفسك بالجوع أنه سيضعفك وسيؤديك إلى الهلاك، راجع الطبيب، هذا أمر مهم جدا. لما تكون أنت مريضا، لما أنت تكون مثلا بحاجة للأدوية، لا تسألني ولا تسأل شيخ الأزهر، لا 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 لا، ما الذي يدريني وما الذي يدري شيخ الأزهر بأمور بدنك أنت؟ هناك دكتور، تبحث عن دكتور مسلم ملتزم مختص في مرضك وتستشيره وتسأله وهو الذي يقرر هل ستصوم أم لا. إذا لم تجد مسلما ملتزما من هذا الباب، تبحث عن من هو أدنى وأدنى لكن يكون مختصا ويكون عنده علم في الطب ليس في الخرافات. فالإنسان الذي أنت توجه إليه السؤال وتقول والله أنا أحس بتعب في ظهري هل أصوم أو لا، التعب في الظهر شيء خفيف ما تصوم، قد يكون هذا المرض في الظهر متعلق بمرض السكر،
وما الذي يدريني أنا؟ قد أنت تحتاج إلى إنسولين، لم تعمل فحص مثلا، أو يكون مثلا ظهرك مكسور وتحتاج إلى علاج سريع، ما الذي يدريني أنا؟ لا، لا شيء. فلذا لا تر... عندما تكون مريضا لا تراجع من هو يعلم في الشرع الإسلامي، راجع الطبيب رقم واحد في رمضان، كذلك الحامل والمرضع والمريض يراجعون في البداية الطبيب المختص ويسألون هل لهم أن يصوموا، وبعدها يقررون الصيام. إذا لم يستطيعوا الصيام ما تحلي حل الكفارة إذا كانت العلة هذه أبدية، يعني لن يتعافى الإنسان كأمراض مزمنة معينة، يكفر عن الصوم إن شاء الله، أو مثلا يفطر كالحامل والمرضع والمسافر، وبعدها يقضي إن شاء الله إذا تعافى وذهب البأس وذهب السبب بعد رمضان بإذن الله. فهذه الأمور مهمة جدا يا إخوة وأخوات، راجعوا الأطباء قبل رمضان وعملوا فحص، فهذا فرصة جميلة جدا بأن تراجعوا وتجددوا أجسامكم للنيو يير القادم بعد رمضان، يعني تدخلوا في رمضان بشكل صحيح وتعلمون ما الذي هو يضرك وما الذي لا يضرك إن شاء الله. غالبا الجوع لم يضر أحد، فهناك الذين عاشوا في حرب العالمية الثانية من الأوروبيين ومن بني إسرائيل الذين تكلمت معهم وأعمارهم وصل إلى فوق 80 و95 حتى وصلوا إلى 100، كلهم يتكلمون كلام واحد، قالوا كنا نجوع، كنا جياع، كنا جياع، قالوا كنا نأكل حشيش يعني العشب، كنا نأكل أي شيء نستطيع أن نأخذه من أي أحد ولم نشبع دائما، يعني تصوروا أكثر من 6-7 سنوات على جوع عاش بعض الناس، ومنهم سنين 2-3 سنوات عاشوا على جوع، جوع حقيقي. فأوصل الله سبحانه وتعالى أعمارهم إلى 85 إلى 90 إلى 100، فالجوع لن يضركم إن شاء الله، لن يضركم إلا إذا كان هناك سبب طبي. فلذا تراجع وتصور يعني بسبب الصوم الله سبحانه وتعالى يطيل لك عمرك، لأن يعني الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى وإخلاص لله سبحانه وتعالى وإظهار، فلا أحد يعلم هل أنت صائم أم أنت مفطر إلا الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تكون لا يكون فيها رياء، يعني كيف يعني صائم غير صائم؟ ما الذي يثبت غير الله سبحانه وتعالى والملكين؟ لا أحد، الله سبحانه وتعالى بنفسه يجزي هذا الصائم يوم القيامة. كل أعمال يقول لي للعبد إلا الصوم، الصوم لله، لأنه هو بنفسه فقط يعلم هل الإنسان صام فعلا أو لا. فإذا هذا أمر مهم جدا، إذ تعلمنا وقت السحور قلنا بعد منتصف الليل إلى قبيلة صلاة، قبيلة يعني 4 دقائق، 2 دقائق، 3 دقائق، ليست مشكلة، لكن إذا سمعتم الأذان أو حان الوقت بالتقويم خلاص بدأ النهار، معتمد على التقويم، انظر الساعة، بالساعة بدأ عندك النهار. إذا أفطرت عمدا هذا شيء، إذا أفطرت سهوا فإن شاء الله عليك فقط ماذا؟ أن تكمل هذا اليوم وتقضي يوم آخر بإذن الله. لكن سهو أقصد يعني ظنا أن هذا اليوم لم يبدأ بعد، وأنت يعني تكاسلت أن تتأكد، تكاسلت يعني إن شاء الله لم يبدأ، وأكلت بسرعة وشربت الماء، وعندك شك في قلبك أن اليوم قد بدأ أو لا، هنا عليك إن شاء الله أن تقضي يوما بعد رمضان. لكن بالفعل إذا حصل أنك خلال رمضان أكلت أو شربت ناسيا أو ساهيا خلال النهار، فهذا إطعام من الله سبحانه وتعالى لا يجلب أي شيء، إلا أن تتوقف في الوقت الحالي وأن تكمل الصوم. فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض الناس بإطعام خلال الصوم في رمضان أو في غير رمضان، فهذا لا عليه أي شيء، إلا إذا أنت أقول تكاسلت وحاولت أن تحتال على الله سبحانه وتعالى، هنا أمور يترتب أخرى. فالسهو يأتي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطعمك إن شاء الله. في الصباح تأكدوا من الوقت، حددوا مثلا على المنبه 5 دقائق قبل صلاة الفجر، هذا شيء ممتاز جدا حتى تتوقفوا وتوقفوا أنفسكم، ولا تعودوا أنفسكم على شيء مكتوب دائما أمامكم، لا لا لا،
جسمكم عليه أن يتعود، عقلكم عليه أن يتعود، فالإنسان عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحقيقية. إذ ترتب كل شيء على أرقام وعلى آب، أين العبادة؟ أين قلبك الذي لا يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى؟ فقلبك هو الذي يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، عقلك هو الذي يرشدك إلى الله سبحانه وتعالى، بدنك يمتنع عن كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. نتابع ونقول ماذا؟ فهناك أشياء معينة كالمسافر. المسافر هنا إشكالات عدة. ففي رمضان بعض الناس يريدون السفر، وبعض الناس يخافون من السفر. لا تخافوا من السفر في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة في رمضان. فالعمرة سفر، سفر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه، أو الإنسان يستطيع أن يسافر إلى عمرة أو إلى أي مكان آخر، ليس حراما في رمضان، ولا أحد يستطيع، وليس على أحد أن يمتنع. فإن الله سبحانه وتعالى في الآية يقول فإن كان منكم على سفر، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى أن هناك من الناس من سيكون في سفر في وقت رمضان، لم يحرم هذا الشيء. حتى لبعض الناس يقولون حتى vacation leave، سافر ما الذي يمنعك؟ لكن لما تسافر للvacation عليك أن تتذكر أن بعض الصحابة أخذوا بالرخصة الإفطار في رمضان، والبعض الآخر لم يأخذوا بهذه الرخصة، فلم يعيب هذا ذاك ولا ذاك هذا، فجاز في السفر الصوم وجاز في السفر الإفطار. فأنت هنا ماذا؟ الدين يسر، هنا اليسر، اليسر الحقيقي لما يأتي من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أقول لك لا 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 لا، يجب عليك أن تفطر في السفر لأن هذه هدية، لا تمتنع عن هدية من الله سبحانه. لا لا لا، اليسر، جاء اليسر من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء اليسر من الله سبحانه وتعالى، فليس علي أن أعسر شيئا في هذا الأمر نهائيا. تمام. إذا سافرتم، هنا أشياء مهمة جدا تفهم. من المسافر في رمضان وفي غير رمضان؟ المسافر هو الذي ابتعد عن بلده أو آخر بناية من بلده، من مدينته، من قريته، ما يقارب 95 كيلومترا أو 75 ميلا مايل. إذ ابتعدت بهذه المسافة، أغلب الفقهاء قالوا أنت مسافر. بعدها أنت مسافر. إذا أنت حوالي القرية وخرجت مثلا من وين سافرت إلى نيويورك، أنت لست مسافر. نعم صحيح أنت معنوياً مسافر، لكن حقيقة لست مسافر. عليك أن تقطع المسافة الشرعية، والمسافة الشرعية ما يقارب إما 75 كيلومتر أو 75 ميل أو 95 كيلومتر من آخر بناية أو من حدود أو من حدود المدينة. بعدها أنت إذا مسافر. في رمضان الإنسان الذي يريد أن يسافر عليه أن يتعدى هذا الحدود قبل الفجر، فإذا تعدى هذا الحدود بعد الفجر هو ليس بمسافر لكي يفطر هذا اليوم، لا، هو عليه أن يكمل العبادة المستمرة التي بدأت. فلم يسافر هو متى؟ قبل بدء العبادة. متى يبدأ العبادة؟ عند صلاة الفجر. أنت دخلت في الصلاة مثلا، أنت دخلت في الصلاة تصلي، لا تستطيع أن تقف مثلا تعمل باوز وتخرج وترجع، أو تقصر الصلاة مثلا وأنت في الحاضر. كذلك صوم رمضان، يومك إذ لم تبدأ أنت حر، إذ بدأ يومك في الصوم تكمل هذا اليوم، ويوم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر أنت حر فيها، تستطيع أن تفطر. مثلا يقول أنا ركبت الطيارة، وكيف في الطيارة وكيف أسافر؟ سواء ركبت صاروخ، سواء ركبت السيارة أو الطيارة، إلا أن تسافر قبل بداية العبادة، قبل دخول العبادة. فإذا دخلت في العبادة لا تبطل العبادة في هذا اليوم. الذي يسافر في الطيارة كيف هو يفطر وكيف هو يتحكم؟ هنا أنت حر ما شاء الله، الطيارة تعطيك حرية. إذا رأيت الغروبة من الشباك بعد ساعتين من السفر، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، أنت حر. إذا قدرت الوقت بالتقدير هذا أفضل، يعني تأخذ وقت المكان الذي ستصل إليه، destination. مثلا متى يكون عندهم الإفطار؟
غالبا الخطوط العربية من السعودية أو من الإمارات يضعون هذا الوقت الجميل، عندهم هذه الميزة الجميلة جدا، أقول لك نحن سنقترب إلى الإفطار مثلا على توقيت المدينة الفلانية في هذا الوقت، لكن أنت لست مجبورا، فذلك يسر. إذا رأيت بعينك غروب الشمس كيف أنا أقول لك تصوم؟ أصلا أنا أقول لك تصوم، يسر، فتأخذ هذا أو هذا. وإذا سافرت بالسيارة طبعا تنظر إلى غروب الشمس، سافرت بالقطار كذلك، سافرت بالباخرة كذلك، ليس فيها شيء إن شاء الله، هذا أمر راجع إليك بإذن الله تعالى، لكن لا تبطل ولا تفطر البداية الصوم الذي أنتم بدأتموه من هذا اليوم إن شاء الله، أكملوها ويكون النعمة معكم بإذن الله. إذا تعسر معكم الصوم في السفر أنت حر، إذا تيسر الصوم في السفر أنت حر، هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن غالبا الذين يسافرون للوكيشن أو لمثلا أشياء أخرى يخافون أن هذا الطعام اللذيذ الذي هو يقدم في الغداء في الفندق ومدفوع السعر سيخسر منه، فماذا يفعل هو؟ فيأخذ طبعا باليسر، فعليه أن يفطر هذا اليوم ولا حرج عليه إن شاء الله، ولما يرجع ويكمل الأمور. طبعا التعمد بالسفر دون أي عذر، هنا انتباه، إذا تعمدت أنت السفر في رمضان لما يكون هو في الصيف حتى تأخذ العلة، أنت تكون من الذين كانوا يحتالون على الله سبحانه وتعالى. لا تحتال على الله سبحانه وتعالى، مثلا تسافر الآن شهر كامل وترجع وتصوم في شهر ديسمبر، تقضيها في شهر ديسمبر، في شهر ديسمبر عندك النهار قصير، هذه الحيلة ليست مقبولة معنويا، لا تعاتب عليه شرعيا، لكن أنت فكر جيدا قبل أن تحتال على الله سبحانه وتعالى، لما هو الذي يقول لك أنا أجزي، هو الذي سيجزيك، وكيف أنت تحتال على الذي هو يجزيك ويراك؟ هذه الحيل لا تقترب منها، نحن لسنا من هؤلاء ولا نأخذ هذه الأساليب المذمومة عند الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فلذا هكذا، طبعا في السفر تقصير الصلاة شيء وإفطار يومك شيء آخر، فتقصر الصلاة مباشرة لما تتعدى الحدود، أنت حر أنت مسافر وتمشي على هذا الأمر، أما إذا بدأت الصوم فلا. طبعا هناك آراء للفقهاء أنتم ستجدونها في النت، كرأي إمام بن حزم، كرأي مثلا العلماء الآخرون الذين يسهلون وييسرون إلى درجة، فممكن تأخذوهم علماء أفاضل مالش، لكن سؤال، لماذا أنت تصوم إذا تريد أن تيسر كل شيء في حياتك ولا تريد أن تحس طعم الحقيقي بالصوم؟ اسأل نفسك فقط، أنت حر، فيوم القيامة لن أكون مفيدا لك، وبعد ما أموت ماكسيموم يعني حد أقصى ستقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وأحسن به، هذا الذي سيتبعني بعد الموت. أنتم مع الله سبحانه وتعالى أحرار، فمعاملتك يجب أن يكون ليس معاملة مع الإنسان أو معاملة مع الزعيم أو الإمام أو العالم، مع الله سبحانه وتعالى، والإخلاص له يعطيكم البركة بإذن الله. إذن نتابع ونقول ماذا نسينا وما الذي كنت أريد أن أقوله. نعم، شهر رمضان من الروحانيات، من روحانيات شهر رمضان، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين أو صفدت الشياطين، يعني هذا سلسلة أو صفاد الذي يستخدمونه البوليس. فبعض الناس يسألون إذا كان الشياطين كلهم مصفدة ومسلسلة ما الذي يأتي إلي؟ كيف يعني أنا لا أستطيع أن أصوم وأقترب إلى الله سبحانه وتعالى؟ غير الشيطان نحن فينا النفس، وغير النفس فينا الشهوة. فإمام ابن تيمية رحمه الله لما شرح هذا الأمر قال كلام جميل جدا، طبعا الشياطين مصفدة ومسلسل، لكن الإنسان يبقى مع شهوته وجها لوجه. فهنا ها هنا أنت أمام الله سبحانه وتعالى وضد شهوتك، فالله سبحانه وتعالى يبعد عنك كل الشياطين. طبعا بعض العلماء قالوا الأشد منهم الذين يصفدون والبقية يأتون إليك، لكن إذا كان الأشد مصفدة وإذا كان الأشد أبعدهم الله عني، فماذا الذي يبقى أمامي؟ شهوتي. فهل أنت قادر على شهوتك؟
أو هل أنت يقودك الشهوة أمر راجع إليك. فلن تستطيع أن تلوم في رمضان إلا نفسك وشهوتك في كل المعاصي. شهر كامل أنت وشهوتك. إذ تضبط وإذ تمسك شهوتك فأنت مبارك من الله سبحانه وتعالى. إذ لم تفعل هذا فالله سبحانه وتعالى ليس له أي شيء بالنسبة لك. أنت حر. أعطاك الله سبحانه وتعالى الحرية. أعطاك الساحة الجميلة. يعني نحن 11 شهر في ساحة حرب مع إبليس وقومه والشياطين. نحاربهم العدو المبين. ويعطينا يعني فرصة كاملة. تصوروا. شهر كامل vacation من الحرب. vacation من الحرب. خلاص ما عنده عطلة كاملة من الحرب. ليس علينا أن نقترب إلا أن نقترب من الله سبحانه وتعالى بالصوم وأن نحس وأن نتلذذ بهذه الأمور. فإذا راجع نفسك واسأل نفسك إلى أي درجة أنا خبيث، إلى أي درجة أنا مطيع، إلى أي درجة أنا مطمئن لله سبحانه وتعالى. فشهوتك يديرك دائما، فهذا شيء يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تقاوم نفسك كذلك، ليس فقط الشياطين. فإذا لا تسأل أي أحد إذ أخطأت في رمضان أو عصيت، لم نفسك وعاتب نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: الصيام جنة، وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ سابه أو شتمه فليقل إني صائم مرتين. إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يعلمك التسامح. التسامح إيه؟ لما تقول مثلا: كيف أنا أسامح الذي يشتمني؟ سأضربه ضربة واحدة، خاصة القوم الشركس في دمهم من مئات السنين الحرب والمحاربة والقوى البدنية ما شاء الله. لا، لأمثالنا خصص هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: لا ترد. فهذا اختبار جاء إليك وابتلاء جاء إليك من الذي يتبع الشهوة من الإنس. فهل أنت كذلك ستتبع الشهوة وتضربه؟ أنك أنت تشتهي، تريد أن تنتقم. خاصة الإنسان الجائع هو يغضب وينفعل في أسرع حال من الإنسان الشبع. هنا أيضا هل أنت تضبط نفسك؟ هل أنت فهمت الصوم أن الصوم ليس فقط بالجوع والتسامح كذلك؟ طبعا هذا الإنسان أنت تريد أن تنتقم منه بعد رمضان، لا 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 لا، فأنت قلت له: إني صائم، انتهينا الأمر مهما قال لك، إلا إذا اعتدى عليك. فالدفاع هنا يسمى جهاد، فالدفاع هنا أولى. الذي يعتدي عليك لا تقول له: أهلا وسهلا، ليس هذا من الدين. يقول: شتمك، يعني أساء الكلمة البذيئة إليك. هنا نعم صحيح، أنت تتوقف وتقول: إني صائم، ليس مرة واحدة. تعرفون لماذا؟ لتؤكد لنفسك أنك أنت مسكت شهوتك بإذن الله تعالى، لأنك أنت في هذه الحالة تكون ضعيفا، فهذا الضعف إن شاء الله تمسكه بإذن الله تعالى. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، هذا الذي كنت أريد أن أقوله عن شهادة الزور، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أنت تقوم بأعمال الخبيثة والسيئة من بينها قول الزور، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أي شيء منك، لا إلى جوعك ولا إلى عطشك. فقول الزور كذلك يهلكك ويذهب كل الحسنات ويذهب ويدمر حياتك ويدمر حياة الذي أنت شهدت ضده. تعرفون لماذا؟ لأن مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا في الجامع وسأل الصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فصحابة أجابوا، قالوا وهو قال، هو بنفسه قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وصار يكرر: ألا قول الزور، ألا شهادة الزور. حتى أبي بكر رضي الله عنهما قال: ظننت أنه لن يسكت. إلى درجة أنه كرر مرارا وخوفهم من قول الزور. فقول الزور خاصة في رمضان لا ينفعك، والبركة وكل الروحانيات تذهب منك. وأشد من ذلك، ما تعرفون ما عقوبة شاهد الزور في الإسلام؟ تعرفون في الولايات المتحدة الأمريكية سجن، وعليها غرامات، والإنسان يعني لا يؤخذ منه. كلكم سمعتم شاهد عدل،
شاهدين عدلين للنكاح أو شاهدين عدلين في أمور أخرى. فالعادل أو العدل في الإسلام الذي لم يشهد قول الزور. فالإنسان الذي شهد زورا ليس بعدل. فالعدالة تفقد منه إلى أن يموت، والتوبة عليه واجب، إذ لم يتوب يدخله الله سبحانه وتعالى إلى الجحيم، لأن هذا يؤدي إلى النار. فتصوروا يعني إلى الدرجة، قول الزور شيء عظيم جدا في الإسلام، من أكبر الكبائر. فأنت تريد أن تكون إنسانا عادلا، تريد أن تتزوج وتزوج وتكون شاهدا عند الآخرين، لا تستطيع أن تعمل هذا الشيء. تعرفون لماذا؟ فالقاضي يسميك فاسقا الذي يتبين من قوله، والإمام الذي هو يكون حاكما. يعني نحن نتكلم في الماضي كما كان يحصل في الماضي، طبعا في الحاضر أنت وربك لا أحد يسألك. فالإمام الذي هو أمير، يعني ليس في إمام المسجد مقصود، الإمام الذي والي الأمر، هو يعزره إما بالضرب أو بالسجن، تعزير. فالإنسان الذي عزر خلاص شوهت سمعته. وتعرفون أكثر من ذلك ماذا يفعل بشاهد الزور؟ يشهر اسمه في الأسواق أنه شهد الزور. فإذ يأتي إليك شاهد الزور والذي فقد عدالته وقال لك والله بإمكانك أن تشك وبإمكانك أن لا تتعامل معه نهائيا، إلى هذه الدرجة شيء عظيم جدا. الإسلام دقيق، الإسلام شديد في بعض الأمور. فعرض الإنسان، عرض الإنسان والمؤمن بالأخص مصون وعليها حصانة من الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تتعدى بسهولة، عليك أن تمسك لسانك. فاللسان له حاجبين وحاجزين من فمك، الأسنان والشفاء. الله سبحانه وتعالى يعني عمل لك ضبو مزدوج، فاحفظه واتركه في الداخل، خاصة في رمضان، خاصة في رمضان لا تؤذي أحد بلسانك. وهناك طبعا نتبع ونقول، وأمر مهم جدا، فتكلمنا في البداية الإنسان الذي مرض ولا يستطيع أن يصوم وعنده شيء يعني مرض مزمن، ففي حياته لن يصوم بعد. ما الذي نفعله وما الذي نفهمه؟ فهل هو يغفر له كالصائم؟ هل له أجر كالصائم؟ نعم، وله أجر كالصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، المقصود أن تكون مؤمنا حقيقة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك حقيقة رمضان، وأن تحتسب أن هذا الأمر جاي إليك ومتيقنا أن القيامة قادمة والنار والجنة حق. في هذه الحالة يعطيك الله سبحانه وتعالى مع الصوم، لا ينفعك الجوع، عليك ماذا؟ بالصبر، تسامح، وعدم استخدام لسانك في أشياء من السوء، وكذلك أن تكون مؤمنا ومحتسبا أن هذه الأمور كلها قادمة. فهذه هي الروحانيات. أنت بجواك كل هذه الأمور في شهر واحد تتجمع خيرات الدين كلها مع بعض. أنت تؤمن وتحتسب، تنتظر الجزاء، تحتسب الجزاء. في هذه الحالة يعطيك الله سبحانه وتعالى. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقيام هنا لمن؟ للصائمين وللذين لم يستطعوا أن يصوموا. فهؤلاء المساكين الذين عندهم سبب وعلة، إذ قاموا تراويح أو قيام الليل في رمضان، المقصود طبعا هنا التراويح، صلاة التراويح الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يفرض علينا، فغاب مرارا عن الصحابة وقام به مرارا. فالمقصود هنا هذا. فالإنسان الذي لا يصوم ويكفر عن الصيام، إذ قام كذلك مؤمنا ومحتسبا أن الله سبحانه سيجزيه، سيغفر له كذلك. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فنفهم من هنا الإنسان الذي هو ليس مسافر، وصحيح عليه أن يحتسب وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فسيعطيه الله سبحانه وتعالى. الإنسان المريض المسكين الذي هو لا يستطيع أن يصوم، كذلك يقيم التراويح ويحيي الليالي له. والإنسان الذي سافر
ولا يصوم وعنده عمل شاق ولا يستطيع إلا أن يحيي ليلة القدر، هو أيضا داخل في هذا. لكن كذلك بالإيمان والاحتساب، بالإيمان والانتظار من الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة فقد يأتيك. إذ تشك في الأمور هذه فالله سبحانه وتعالى لن يعطيك البركة نهائيا الذي تستحقه من الرزق الذي كتب لك، ستأخذه إلى آخر مليم كما يقولون، لكن البركة لن تأتيك. والبركة لها معاني عدة، منها من أعظمها أن تكون أنت راضيا ومكتفيا بالذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، وراجيا من الله سبحانه وتعالى أن يزيد لك في العدد والكمية عندك مكتفية بإذن الله تعالى. قد يكون عندك أنت نصف رغيف وأنت مبارك، وقد يكون عندك نصف العالم ولست مبارك، فالله سبحانه وتعالى يعطي هذه البركة. فعليك أن تفهم فالله سبحانه وتعالى عادل للذين صاموا وأقاموا الليالي وأحيوا ليلة القدر غفر لهم، وللذين فقط قاموا ولم يصوموا بسبب المرض غفر لهم إن شاء الله، وللذين سافروا ولم يستطيعوا إلا أن يهتموا بليلة القدر فذلك غفر لهم. فرمضان كله خير وبركة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. وآخر رمضان عتق من النار، يعني الله سبحانه وتعالى يعتق رقبتك من النار. وهابي نيو يير، بدأت الحياة من جديد، من ورقة جديدة بيضاء تماما. فهذا أمر مهم جدا، احفظوها بإذن الله تعالى. فاقتربنا الآن من تراويح، التراويح شيء عظيم جدا ومهم جدا في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها 11 ركعة، منها 8 كتراويح و3 الوتر، وصلاها بين الصحابة وصلاها في بيته. فلذا على الإنسان أن يهتم بالتراويح في بيته وفي مسجده حتى يقيم في أهله، وأن يقوم مع الجماعة تارة هكذا وتارة هكذا. لأنك أنت مثلا تقيم الليالي في المسجد، والابن والزوجة والأولاد كلهم على المسلسل يتابعونه في كل رمضان، أنت ما شاء الله ولي من أولياء الله تعالى، أما العائلة مسكينة لا يعرفون أي شيء. لا 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 لا، ارجع إليهم وأقم فيهم وعلمهم، وكن عندهم إماما بإذن الله تعالى. وإذا كانت الإمرأة أقرأ فهي تقوم وتعلم الزوج، ليست مشكلة. في رمضان كله خير وبركة، فرمضان والتراويح صلاة وصيام وشهر خير وبركة، وكلها للعائلة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله علينا أن نفهم هذه الأمور المهمة في رمضان. صلى عمر رضي الله عنه 23 ركعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسن هذه البدعة كما قال. فهذه ليست بدعة، فهذه سنة من سنن الإسلام. فالإنسان حر، هنا أيضا دين يسر وليس عسر. إذ أحببت أن تصلي 8 ركعات صليه، إذا أحببت أن تصلي 20 ركعة صليه. سنة هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة جاء عن عمر رضي الله عنه. فإذ صليت يوما كذا ويوم الآخر كذا شيء جميل. إذ خصصت مثلا العشر الأواخر من رمضان لعشرين ركعة لتكون عندك إن شاء الله البركة أكثر، شيء جميل جدا. هنا دين يسر، لا أحد يجبرك. إذ لم تصلي ليست مشكلة، تذكر الحديث قل لك تكفيك حتى ليلة القدر، لكن لا تعرف أنت ليلة القدر، عندك أنت على الأقل 10 ليالي. فإذا عليك 10 تراويح مينيموم من رمضان. فتذكرت الآن قصة جميلة جدا. أيام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كنا نعلم الأهل أن يصوموا رمضان، فعندهم فكرة أتوا من الشيوعيين. الشيوعيون سبحان الله كانوا يعلمون المسلمين في روسيا وفي عدة بلاد خرافات غريبة جدا. كانوا يقولون إذ تصوموا 3 أيام في بداية رمضان و3 أيام في وسطها و3 في الأخير اكتفى، فرمضان عندك اكتمل. فالناس جيل كامل تربوا على هذا الأمر، جيل كامل كانوا يصدقون هذا الأمر، فحربناهم حربونا. فما وجدنا حل إلا أن نقول لكي يكون رمضان صحيحا 10 في الأول 10 في النصف و10 في الأخير. فكذلك إن شاء الله في التراويح التزموا هذا 10 في الأول 10 في الوسط 10 في الأخير، إن شاء الله يكون لكم أجر وثواب بإذن الله. طيب
هناك أوامر مهمة جدا في الإفطار، كيف نفطر في رمضان؟ فإفطار رمضان يأتي على وقت محدد عند غروب الشمس، فإذا غرب الشمس أو أذن للمغرب، سواء أنتم شككتم، أنتم لم تروا الظلام أو الليل أو الهلال أو النجم في السماء، لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا جاء وقت المغرب أنت أفطرت، سواء أكلت أو لم تأكل، انتهى صومك عند وقت المغرب بإذن الله. فالناس عندهم عند البعض خرافات معينة، يقولون أريد أن أنتظر الليل. ومتى الليل في الإسلام؟ بعد المغرب، عند المغرب، ليس عند الظلام. لم يقل الله سبحانه وتعالى الظلام، قال الليل، وبداية الليل وقت المغرب. فالناس يقولون لا، أنا أريد أن أرى في السماء النجمة الأولى دليلا على أن الليل بدأ. تعرفون من أين هذا النجمة؟ هذه النجمة جاء من الفرس، من أيام المجوس. فهؤلاء كانوا يعتبرون من آل أو بني إسرائيل هم الذين علموهم أن الليل يأتي عندما ترى النجمة الأولى، لأنفسهم عند المغرب، عند غروب الشمس. أما لهؤلاء علموهم عليكم أن تنتظروا النجمة في السماء. وكذلك أخذوا هذا عند الشيوعيين وعند في بلاد آسيا الوسطى. لا لا لا، لا تأخذوا، جاء المغرب، أفطرتم أكلتم أم لم تأكلوا، انتهى الصوم في هذا اليوم. فلذا نبدأ قبيل الفجر الصوم إن شاء الله، وننتهي عند المغرب بإذن الله. يوميا إن شاء الله ذكروا أنفسكم هذه الأمور المهمة، فلن تخطئوا بإذن الله تعالى. وقت المغرب عند الجميع سواء، ما في هناك اختلاف عند المذاهب. غروب الشمس حان وقت المغرب بإذن الله، لم يختلفوا فيها، فلن تخطئوا إذا أخذتم مثلا بالرؤية أو على الأب إن شاء الله. ما الذي علينا أن نفعل مثلا في رمضان كذلك، وما الذي ممكن نستفيد من رمضان؟ طبعا تلاوة القرآن الكريم كما قلت لكم، ومراجعة أو حفظ القرآن الكريم، فهذا شيء مهم جدا. فانتظار ليلة القدر، وكذلك التقرب من الله سبحانه وتعالى بكل الخيرات. فالصدقات تكثر في هذا الشهر، والهدايا كذلك تكثر في هذا الشهر، أشياء جميلة جدا. لكن الناس، بعض الناس ينتظرون كما قلت منذ كم أن يدفعوا الزكاة في رمضان، فهذا خطأ شائع. دفع الزكاة أو إخراج الزكاة لا يتعلق بشهر رمضان، إخراج الزكاة يتعلق بوقتك ولما يحول الحول. قد يحول الحول قبل رمضان أو بعد رمضان. إذا أحببتم أن تضاعفوا الحسنات، اختاروا أشهر الحرم أو يوم عرفة مثلا، هذه الأيام بسم الله ما شاء الله تضاعف الحسنات. وهذا أمر مهم جدا، أن في رمضان شهر القرآن، شهر التوبة والغفران، عليكم أن تهتموا بأشياء أكبر من هذا. إذا لم تدفعوا وتريدون أن تدفعوا الزكاة، طبعا ادفعوها ولا حرج، لكن للسنوات القادمة لا تؤخروها إلى رمضان، ادفعوها حين وقتها. كما لا تستطيع أن تصوم أنت قبل رمضان شهر رمضان، وكما لا تستطيع أن تصلي صلاة الفجر في الليل، كذلك لا تستطيع أن تدفع الزكاة أنت في وقت تشاءه أنت. فما يحول الحول ويحين الوقت تدفعه وتؤديه بإذن الله تعالى. فهذه أمور مهمة جدا. أظن أنا نسيت بعض الأشياء وطار من عقلي الآن الهوامش، سأنظر إن شاء الله ونكمل بإذن الله. ما يتعلق بليلة القدر علينا أن نتذكر طبعا الكفارة وزكاة الفطر. نعم صحيح، كدنا أن ننسى هذا الأمر. فلا تنسوا أن ليلة القدر مذكورة في القرآن الكريم في موضعين بإذن الله. فلما يقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا المشهور الذي نعرفه جميعا. وهناك طبعا في سورة الدخان لما يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهنا انتبهوا، دليل على الذي قلته لكم على أن هذا هابي نيو يير، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب للجميع، ليس كلام حميد الجاهل، وإنما كلام رب العالمين. فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر. فهذا يدل على
أن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يفرق ويكتب للجميع من البشر، فاغتنموا هذه الفرصة ولا تناموا هذه الليلة، وابحثوا عن هذه الليلة ليس فقط في الوتر عندك في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سوريا أو في تركيا، لا لا لا، خصصوا الليالي العشر إن شاء الله. صعب، ثقيل، تعب، مشقة، الجنة العالية نريدها نحن، والجزاء العظيم نريده نحن، والفوز العظيم نريده نحن. فعشرة أيام من حياتك لا شيء ولا شيء. لو يقال لك مثلا عليك أن تقف في الشارع مادا يدك 10 أيام وسنعطيك $1,000,000، أوه، أنا أول واحد من سيقف، أنا أول واحد $1,000,000 أريده. الله سبحانه وتعالى يعدنا لأكثر من ذلك، الجنة في الخلود والجزاء العظيم. فعلينا أن نكون مؤمنين، هذا هو الإيمان، أن تمسك نفسك وتقول لا لا لا، أنا إن شاء الله مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أريد أن يكون روحي ونفسي مطمئنة لله تعالى. فهذا أمر مهم جدا، 10 الأواخر أقيموها وتمسكوا بها واتعبوا، والله إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يخلف الميعاد، ولا يخلف الميعاد. هذا هو إن شاء الله أمر مهم جدا. فنأتي الآن إلى الكفارة والكيفية وزكاة الفطر. طبعا الآن سأقول لكم شيء غير معتاد في هذه البلاد، أهل الجامع يلومونني ويقولون لي أنت لا تمشي على العرف الذي نحن معتاد عليه. العرف الذي يمشى عليه أو العرف الذي يؤخذ يكون مبنيا على الإسلام، مبنيا على شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما عرف صحيح؟ ما هو العرف الصحيح؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعون زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من البر، يعني لم يحددوا فقط صنف واحد، لم يحددوا كمية واحد. صاع هذا تقريبا 3 كيلو و80 جرام تقريبا، بالمعتاد في أمريكا 6,616، هذا يسمى بالباوند أظن هكذا هو. المهم هذا هو الصاع، ليس كيلوغرام واحد وليس مد واحد، هذا المد يعني هذا المد، لا، صاع تام. فهذا يدفع متى؟ يدفع بعد المغرب من آخر يوم رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، يدفع للفقير والمسكين والمحتاج الذي لا يجد قوت يومه، إما على هذا الوزن بالطعام، بالطعام أو بالتمر أو بالبر أو الرز مثلا أو القمح لنفترض. لأن تدفع بالعين هو أفضل من المال، لأن الإنسان مثلا قد يستهلك المال هذا في أشياء أخرى، أما أعطيت أنت طعاما فهو يدخر هذا الطعام. فالعلة من هذا الأمر أن الناس عليهم أن يفرحوا وأن يطعموا. أعطيت أنت $1,000 وهو ساكن مثلا في غابة، ما الذي ينفعه؟ عليه أن يسافر وأن يشتري الطعام؟ لا، أتيهم بالطعام بإذن الله تعالى، أو مثلا بأشياء أخرى، لكن لا تحدد ولا تخفف. أنا تقريبا طلعت على أسعار التمر هنا في ما حوالينا والرز الذي هو معتاد من أكل حوالينا، ووجدت أسعار متوسطة وأعلنت للجميع، قلت للمتيسر الذي له مال عليه أن يدفع صاعا من التمر ما يقارب $25 على الفرد، ومنها أيضا يستحب على الجنين كذلك الدفع. وعلى المتوسط أو المتعسر الذي ليس عنده مال كافي فهو يأخذ سعر الرز وهو تقريبا $12. والآن حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أرى الأسعار ترتفع، لا تستطيع أن تعمل فيكس، لا تستطيع أن تحدد. فإذا عليك أن تقدر في مكان الذي أنت تعيشه وتأخذ الرزق وتخرج من هذا، إذ لم تجد من يستحق في بلدك أنت، في مدينتك أنت، جاز أن ترسل إلى أي مكان، لكن تبحث أولا عن الذين يحتاجون من أهل البلد، بعدها تبحث عن الآخرين، ولا تأخذ بمقدار سوريا، ولا تأخذ بمقدار روسيا، ولا تأخذ بمقدار بنغلاديش، ولا تأخذ بمقدار أفغانستان، فهناك بدولار واحد يمكن تشتري ما شاء الله كل شيء. لا لا لا، هذه حيلة غير مقبولة، الحيلة غير مقبولة. فعليك أن تخرج من مالك حسب ما يترتب عندك في بلادك.
طيب الكفارة كيف يكون؟ هذا قلنا يدفع آخر يوم. لا، إذا دفعت قبلها جاز، يقولون العلماء جاز، لكن العلة من هذا أن يعني تخيط، أن تخيط رمضانك وأن تكفر عن الأخطاء أو السهو الذي ظهر منك دون علمك، تكفر بهذه الصدقة، يعني تختم ختما على صومك، وهذا لا يتم إلا في آخر يوم ما قبيل صلاة العيد إن شاء الله. أما الكفارة عليك أن تطعم 30 إنسانا مسكينا، أو 30 يوما إنسانا واحدا، أو توزع على الناس، فتبدأ من أول يوم، لا تنتظر آخر يوم، لا، يكون دينا في ذمتك، فتبدأ وتكمل بإذن الله تعالى. ومقدار الكفارة نصف زكاة الفطر تماما، هكذا كان يعملون الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك صاعا من التمر فكفارتها نصف صاع الرز أو البر، نصف صاع من الرز أو البر، أو بالمال قدروها تقديرا، تقديري غير مجبور أنتم تأخذوا بها، قدرت كما قلت لكم للمتيسر 25 دولار تقريبي، وللمتوسط 12 دولار تقريبا، زدتم زاد الله لكم الخير، أنقصتم أنتم أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولين يوم القيامة. فهذا المال غير مخصص إلا للفقراء والمساكين، انتبهوا، هذا أمر مهم جدا. إذا وكلتم أحدا تأكدوا منه أنه سيوصل إلى هؤلاء، إذ لم يكن ثقة لا تعطوها نهائيا، فإن الله سبحانه وتعالى سيعلق صومكم إلى متى؟ إلى أن تدفعوا زكاة الفطر. فلذا لا تعلقوا صومكم بأناس فسقة وعدم عدال ومجهولين بأنفسكم، أدوا هذه النعمة العظيمة أمام الله سبحانه وتعالى حتى لا يعلق صومكم ويتقبل الله سبحانه وتعالى منكم. عمر رضي الله عنه هو الذي كان يغضب لهذا الأمر ولم يسمح لنفسه أن يعلق صومه، فدفع صدقة الفطر في وقته وأجبر الجميع كذلك. إذن الصوم إذا فات عن الإنسان وهو مات أو هي ماتت، لم ينهي رمضان أو في بداية رمضان، ولم يخرج منه ولم يكفر بالمال، هل جاز أن نصوم عنه عنها؟ جاءت مرة امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تكمل رمضان، قال أصوم عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أجاب بشكل وفي حديث آخر أجاب بشكل آخر، وسألتها إذا كانت عليها دين أديتها إلى مستحقها؟ قالت نعم بلى، يعني إذا كان الإنسان له مال نعم سأعطيه، فالله أحق بجزائها، فالله أحق بالاكتفاء. فإذا تصوم عن من لم يصوم وكان صحيحا، وتكفر عن من لم يكون صائما ولم يدفع الكفار. فقال العلماء هل يجوز مثلا أن يجتمع الناس ويصوموا لمرأة واحدة أو لإنسان واحد 30 رجلا أو 30 رجلا وامرأة ليكفروا عنهم مرة واحدة؟ قالوا نعم جاز، بل في هذا ثواب أعظم من أن تصوم أنت بنفسك وتنفرد مثلا 6 أيام من بعد رمضان أو مثلا أيام أخرى من رمضان، أن تسأل الناس الذين عندهم أموات لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى، وأن تقدم وتبذل الجهد وتجاهد معه، وأن تصوم بدلا عن هذه المرحومة، يكون لك ثوابا ولها ثوابا وللذي دلك على هذا ثواب، يعني 3 مرات 3 طبقات عندك. فالأولى أن تسأل من الإخوة والأخوات هل لك من مات ولم يستطيع أن يصوم، هل لك من من مات من لم يدفع الزكاة، هل لك من المات من لم يحج. هكذا هي الروحانيات، هكذا هي الأخوة، هكذا التعاون على البر والتقوى. فإذا تتعاون أنت على البر والتقوى مع الآخرين يعطيك الله سبحانه وتعالى الثواب، وأعظم من ذلك الذي بدأنا به نحن في البداية، الأخوة الحقيقية الذي يربطنا بالله تعالى. فالحب في الله بالأعمال مثل هذه، فالحب في الله من ضمنها الأعمال مثل هذه إن شاء الله. فدوروا على الناس واسألوا وعاونوهم وتعاونوا معهم بإذن الله تعالى على هذه الخيرات. وطبعا هذا بعد رمضان، وفي رمضان كل واحد يقول نفسي نفسي، وأمام الله سبحانه وتعالى يقف،
ويجتهد أمامه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تقريبا ماذا كنا نريد أن نتكلم عنه إن شاء الله. نعم، أمر آخر نسيت، كنت أن أنسى. طبعا قلنا في النهار الإنسان يصوم من الليل إلى الفجر، كل ما هو كان حلال قبل الصوم حلال له، من بينها حياة الزوجية، هذا شيء جميل. في المجموعة كتبت لكم أن التقبيل أو الملامسة أو العناق بين الزوجين خلال رمضان أثناء رمضان لا تبطل الصوم نهائيا، هذه أمور كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسموح للناس، بل بالعكس تماما، لما أنت تشجع زوجتك وتعانقها وتقبلها وتقول إن شاء الله نحن مع بعض ونحن صائمين ولنا الجزاء بإذن الله تعالى، روحانية، أنت تحسسها بروح رمضان تماما، أنت معها في الضيق، الصديق عند الضيق، فالإمرأة دائما تحتاج إلى صديق في 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 المرآة، والمرآة عند الزوجة من؟ الزوج، فأنت هنا تأتي تعانقها وتشجعها لأن تكمل هذا اليوم، قد تكون هي ضعيفة وقد تكون مثلا هي تحتاج إلى كلمة منك، فهذه الأمور جائزة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الزوجات في رمضان ولا حرج فيها. وكذلك علينا أن نفهم، هل هناك الزواج مسموح في رمضان؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة في رمضان، وزينب بنت خزيمة في رمضان، وزوج عليا على فاطمة رضي الله عنها في رمضان، فهذا جائز كذلك. بل يقولون الناس هذا أمر خطير، ليس بأمر خطير، وليس بخطير، الإنسان قادر على أن يتغلب على شهوته. الأجمل لما يتزوج الإنسان في رمضان ويحسس الزوجة ويحس نفسه ويبدأون الحياة بالابتلاء الجميل والاختبار الجميل أمام الله سبحانه وتعالى، تكون الحياة الزوجية عندهم أسعد وأمتن بإذن الله تعالى، هذا شيء جميل جدا. فإذا أحد أحب أن يتزوج في رمضان فلا حرج فيه بإذن الله، لن تنشغل عن زوجتك ولا عن زوجك في رمضان. أنا مؤمن بأن الناس يحتسبون ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويقتربون في رمضان. نسينا الأمر الاعتكاف، فالاعتكاف في رمضان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف أقلها لحظة أو ساعة كما قالوا، وأكثرها يوم وليلة أو عشر أيام وليالي، ليس بالضرورة أن تكون هذا في رمضان، لكن في رمضان هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتم الاعتكاف؟ أن تنوي الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في جامع، في جامع، وأن تدخل إلى هذا المسجد أو الجامع مستغنيا عن كل الوسائل الدنيوية وعن الدنيا كالإنترنت والهاتف وأشياء أخرى، تدخل وأنت مستعد أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. أمر مهم، حواليك الناس يصلون ويدخلون ويتدارسون ويبقون ويشوشون عليك، لكن أنت تبقى مع الله سبحانه وتعالى. هذه الخلوة الحقيقية والصوفية الحقيقية في الإسلام، لما يكون حواليك الناس يزعجونك وأنت تبقى مع الله سبحانه وتعالى وتريد منه الخير، تقرأ القرآن وتصمت وتصبر وتتعلم وتنام إذا دعت الحاجة. يحق لك أن تخرج من الجامع أثناء الاعتكاف لقضاء الحاجة الضرورية، باقي الأمور حتى الإفطار والسحور تقيمها في الجامع بإذن الله تعالى. إذا استطاع الإنسان مثلا للرجال أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف والزوجات لم تعتكف، فإذا الإمرأة أحبت أن تعتكف جازت، فهذا يرجع إلى أمر الزوجين. أما اعتكاف لماذا؟ حتى يستعد هذا الرجل، حتى يفهم أنه هو مستغني من كل شيء وعن كل شيء وهو مع الله سبحانه وتعالى، وانفرد معه يقوي نفسه ويراجع نفسه ويعود إلى أهله جديدا بعد هذا الاعتكاف. فطبعا في مسجدنا هذا سنحاول أن نترك مجال لكل واحد يوم وليلة، فالأكثر سيصعب علينا إن شاء الله أو أقل من ذلك. فالإنسان الذي مثلا يدخل إلى صلاة المغرب ينوي لنفترض الاعتكاف ويستغني، هنا الاستغناء عن الوسائل الاتصال والدنيا تماما، تستغني عن كل شيء، تصلي المغرب، تصلي العشاء، تصلي التراويح، وتقيم الليل، وتصلي الفجر، وتخرج، هذا كذلك يعتبر اعتكاف، في أن تنوي وأن تصدق مع الله سبحانه وتعالى.
هذا أمر مهم، مارسوها إن استطعتم، حتى يكون مثلا هنا في مساجد عدة كالحرم الشريف مثلا، تستطيع أن تعتكف مع زوجتك. ما أجملها أنت سافرت، تزوجت وسافرت إلى العمرة في رمضان، أنت صائم معتمر ومعتكف، يكون بينك وبين الزوج أو الزوجة ألفة من الله سبحانه وتعالى، يعني يغبط وأحيانا يحسد على هذا. فهذه أمور جميلة جدا ومهمة، فلله الحمد نحن من جماعتنا من مسجدنا هناك شخصين سيسافران إن شاء الله إلى العمرة، سنعرفكم عليهما إن شاء الله، وسنسأل منهم الدعاء في السفر بإذن الله تعالى قبل أن يسافروا، فهذا أمر أفرحني جدا أنا. فسبحان الله، الناس عليهم أن يشجعوا البعض على هذه الخيرات، وأن نتنافس وأن نتسابق في هذه الأمور، فبإذن الله تعالى هناك كل خير. طبعا لم أتمكن بأن أعمل وأن أقيم كل البرنامج الذي كان ببالي خططته أنا في هذا لهذا العام، لكن أنا عندي أمل أنه سيتغير الأمر، وفي السنوات القادمة سنكون أحسن إن شاء الله، فسننجز إنجازات كما يطلبهم منا ديننا الحنيف والعادات التي نحن نحرص عليها ونفتخر بها، فعاداتنا كذلك لا تسمح لنا أن نتراجع. فأريد أن أقول لكم قصة في النهاية، لما قامت الحرب العالمية الثانية والنازيون هاجموا على الاتحاد السوفيتي، هم ضربوا في بيلاروسيا قلعة معينة في بريست، فطبعا للألمان ولأغلب الناس، كل من يسكن في الاتحاد السوفيتي أو في روسيا الحالية كلهم روس، روسي روسي خلاص، يعني لا يخطر على بالهم أن هناك أكثر من 150 شعب، 150 شعب و150 لغة، فيقول الروس روس. فتقدم النازيون بعدما قفصوا، هذا القصة حقيقية، هذا في التاريخ تجدونه، يعني قتلوا تقريبا الجميع، فبقوا البضع منهم في هذه القلعة في البست، تقدموا وصاروا يعلون الصوت، يا روس استسلموا، يا روس استسلموا، يا روس استسلموا. فقام أحد الشباب الذين كان عمرهم ما يقارب 19 عاما، قال لهم الروس لا يستسلمون. فهذه العبارة حاليا موجودة عندهم، لا تظنوا أني أؤيد أحد أو آخر، لا، انتظروا إلى ما أكمل كلامي. تعرف من قال هذا الكلام؟ شاب شركسي من مايقاب، قام وقال للألمانيين النازيين، لم يسمح لا لنفسه ولا للآخرين أن يستسلم. فالشركسي لا يستسلم للصعوبات، ولا يسمح حتى للروس أن يستسلموا لهذه الأشياء. فإن شاء الله هذه طبعنا نحن، لا نستسلم ولا نخاف، ونحن إن شاء الله عندنا أمل وعندنا رغبة بأن يبارك لنا رب العالمين حياتنا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، وعندنا شجاعة، وهذه الشجاعة موجودة والتاريخ يشهد على ذلك. طبعا نحن شعب مسكين، نحن لسنا نستطيع أن نكون خبثاء مثل الآخرين، لكن لله الحمد أعطانا الله سبحانه وتعالى الشجاعة والقدرة على المقاومة في رمضان.